الو الو، انا عبد الله. عبد الله يعني عمران تنازل عن حقه هيك لله؟ لا، اول شيء ما رضي، وشكله كان مبسوط اني وقعت بين ايدين الشرطه. طيب كيف هددته وقلت له رح اخبر عبد الله بكل شيء وعلي وعلى اعدائي؟ قام ركض ركيد، سقط حقه ومع بوسه ايد كمان. يعني الشرطه ما طلعتك من الحبس لحتى تمسكنا؟ نعم نعم، انت اذكى واحد بالعيله. شو صابين اخوك اجدب ولا عم يجدبها؟ يعني حبيبي انت بنظر الدوله ميت، وعبد الله متهوم بقتلك، وانا بايدي هدول طلعتك من المستشفى. لك خلص خلص، هدونا شبكم، مو وقته هالحكي هلا. اخي اول شيء الحمد لله على سلامتك، ثاني شيء لازم نعرف شو بدنا نعمل لقدام. قبل ما نعمل ونساوي بدي اعرف وين المصاري. شبكم؟ لك شبكم سكتوا؟ صابر عيد مشان الله. شحادة صراحة نحن طلعنا من البيت مثل المجانين، ولا لحقنا لا ناخذ مصاري ولا شيء. بعدين يا اخي انت مو مخبرنا وين مخبيهم. العمى بدكم تلبسوني عقلي بالمقلوب؟ المصاري وين اختفوا؟ صابر اذا بتجتمع امه لا اله الا الله وبتقنعني انك طلعت بلا ما تاخذ المصاري ما راح اقتنع. عم تسمع؟ لك هدينا بقى، شبك طايش علينا مثل ما قال لك الزلمه، طلعنا وما لقينا مصاري. العمى لكان وين اختفوا ال 40,000 والذهبات؟ وين؟ قديش قديش قديش؟ مو انت حضرتك قايل لنا انه 15,000 وما في ذهب. صابر بقى بقى صابر، القط اكل لسانك؟ هيك ها؟ اقعد خلينا نتفاهم. لك آخ شو اشتقت لك يا صاحبي. آخ يخليلي إياك يا أبو السعود، من لما هربت وأنا عم بستنى منك خبر وإشارة. معقول؟ يعني معقول يخطر من بالي حدا غيرك لك أبو السعود؟ بس ما قلت لي كيف هربت؟ بفضل أبوه لهالبنت الجدعه.